اعلم رحمك الله تعالى أن النية تنقسم إلى قسمين، إلى نية إيقاع العمل، وإلى نية توحيد المعمول له ذلك العمل. فأما النية الأولى فهي النية التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، في قولهم: ولا تصح الصلاة إلا بنية، ولا الوضوء إلا بنية، ولا الصوم إلا بنية. فيتكلمون عن نية إيقاع العمل. وأما النية الثانية فهي نية توحيد المعمول له ذلك العمل، وهي المعنونة عندنا بقولنا الإخلاص. فإذا قيل لك: ما الإخلاص؟ فقل: هو توحيد نية العمل لله عز وجل، فلا تقصد بعملك شيئا من حطام الدنيا أو شهواتها أو ملذاتها من رياء أو تسميع أو افتخار أو عجب. وهي النية التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد عندما يتكلمون عن وجوب الإخلاص، وعندما يتكلمون عن تحريم الرياء وما ورد في ذلك. فصار عندنا نيتان: نية إيقاع العمل، ونية توحيد المعمول له ذلك العمل. فإن قلت: وأي النيتين أعظم عند الله عز وجل؟ فنقول: لا جرم أنها النية الثانية المسمات بالإخلاص، فإنها أعظم وقعا عند الله عز وجل من النية الأولى.